بعرف إنه مرات تحتاجي لصديقة تقعدي معها تفتحي لها قلبك وتشاركي معها مش بس همومك لكن كمان اهتماماتك، وتكون صديقة تعرف تساعدك وتطول بالها معك وما تنتقدك. عزيزتي جيبي شي تشربي معي وما تنسي كتابك المقدس علشان نتأمل مع بعض مع رفيق الدهر يسوع المسيح اللي القعدة عند قدمي هي الحل. ممكن تقولي عزيزتي إنه أنت مش عارفة إنه آخر النهار كيف بيجي ما بعرف، وما بلاقي لي ولا خمس دقايق أعرف أهدى وأقعد حتى أتأمل في الرب وأقرأ الكلمة، ما عندي وقت. خليني أعرفك على واحدة اسمها مريم. شو عملت؟ مكتوب: وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. تعرفي شو عملت مريم؟ مريم أكيد كانت عم تشتغل مع أختها مرثا، لكن لما انتبهت لكلام الرب قالت هذا أهم، فوقفت الشغل وقعدت عند أقدام يسوع. تعرفي مرات هيك نحن منحتاج نعمل، نحتاج إنه نوقف ونهدى ونجلس عند أقدام يسوع ونسمع رأيه إيش؟ رأيه إيش في حياتي ومجريات حياتي؟ وين في عنده تنبيهات؟ وين في عنده كلام تشجيع؟ وين في محل بشجعني وبسندني وبيعطيني الحكمة اللي بحتاجها علشان أكمل نهاري معها؟ وعلشان هيك مهم إنه أبكر إليه علشان أعرف كيف أكمل هداك النهار في بركة. لما عرفت أهمية القعدة عند قدمي يسوع شوفي شو عملت؟ نقرأ عنها: فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له: يا سيد، لو كنت هنا لم يمت أخي. لعازر أخوها الوحيد توفى، وهي راحت وخرت عند قدمي يسوع للمرة الثانية وقالت له: لو أنت كنت هون ما كان صار هذا الحكي. تعرفي مرات كتير لما ما منتأنى ومنتسرع دغري بنفضفض كل اللي في قلبنا لأول شخص نلتقي معاه. قديش مهم إنه قبل ما نحن نفضفض قلبنا ونحكي مع أي وحدة نتأنى ونقعد عند قدمين يسوع، لأنه عنده الحل. هذا يسوع لما شاف قديش هي كانت متألمة وحزينة ما طنشها، لكن الحل كان معها، بالعكس اتحنن عليها وأقام أخوها لعازر من الموتى. عشان هيك نحتاج أنه نقعد عند أقدام الرب يسوع المسيح اللي هو بيعرف يسود على الظروف حياتنا، يمكن ظروف صعبة، بدل ما هاي الظروف تسود علينا. وهذا الإله، هذا الرفيق ما بيدعس علينا، لكن بشجعنا أنه نقوم من أول وجديد في الرجاء. عزيزتي بعد ما عرفت أهمية أنه تسكب قلبها عند أقدام يسوع، نقرأ عنها للمرة الثالثة كيف هي بتيجي وبتقعد عند أقدام يسوع. مكتوب عنها: فأخذت مريم مناً من طيب نردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. تعرفي؟ هاي هي قمة القعدة عند أقدام يسوع. عرفت إنه هذا هو معلم، عرفت إنه هذا هو السيد، وقالت هذا يستحق حبي وعبادتي، قالت هذا هو الرفيق اللي بدي إياه. لما نحن كمان نيجي وبنقدم أغلى ما عنا اللي هو وقتنا ونبكر لإله ونيجي بنقعد عند إجري، نحن مزبوط عم نعطيه لكن عم ناخد منه كتير أكتر مما عم نعطيه، وبنلاقي إنه الرائحة الزكية هاي رح تفوح في زواجنا، في أمومتنا، في أشغالنا، رح نتفوق ونثمر فيها، في خدماتنا، والكل رح يشموا هاي الرائحة ورح يسألوا شو السر وسبب هذا الرجاء اللي عندك. ورح نقول إنه بتعرفوا ليش؟
لأنه منعرف نقعد عند إجران الرب. عزيزتي شو رأيك هلا توقفي الشغل، تاخدي 5 دقايق أوف من كل انشغالاتك وتقعدي عند هذا الإله العظيم، وخلي هذا الإله يصير صديقك ورفيقك ويعلمك ويعزيكي ويشجعك حتى تكملي نهارك في حكمته وفي مشورته. أبوي السماوي بشكرك لأنه يا رب في مريم تعلمت أنه أنت السيد وأنت المعلم وأنت المشجع. بحب رفقتك وبحب أنه يا رب أقضي وقت معك وأتعلم منك. أشكرك من أعماق قلبي. آمين.